تسليط الضوء حول هذه الظاهرة. يلتحق بي في البلاتو كل من السيد سعد العرابة، مختص في التنمية البشرية. أهلا بك سيدي الكريم. مرحبا بكم. مرحبا بكم. كما يشاركنا في النقاش السيد عبد الكريم حمزاوي، خبير في علم الاجتماع. أهلا بك. أهلا بك. ويلتحق بنا أيضا عبر الهاتف علي عيا، إمام المسجد الكبير. صباحك سعيد شيخنا. أهلا. أبدأ بضيوفي في البلاتو السيد سعد العرابة. دائما نتحدث عن ارتفاع منسوب العنف في المجتمع الجزائري، اليوم نتحدث عن هذه الظاهرة بشكل ربما كثيف، على اعتبار ربما وربما على خلفية الأحداث التي شهدتها بعض من ولايات الوطن، احتجاجا على دخول قانون المالية حيز التطبيق. أي وصف يمكن أن نطلقه على هذا المجتمع؟ هل فعلا المجتمع الجزائري عنيف؟ بعد بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد سلام الله عليكم. والله يعني واش نشوفوا بلي الشباب مؤخرا يعني هذه ظاهرة داخل على المجتمع الجزائري، نشوفوا شباب انه ينقاد بكل سهولة الى شيء لا يحمد عقباه، يعني كما شفنا المظاهرات الأخيرة اللي كانت في بجاية وفي غير بجاية، يعني الشباب راح يكسر ويحطم ويدير ما نبرش كاع على راهو يخير، يعني حتى الإنسان كي يروح يحتج حنا يعني كأخصائيين نشوفوا بلي هاد المظاهرات عندها يد وراء كل شيء هذا. يعني كاين الناس اللي يتبعوا هذا الشباب اللي راهو غير متطور، غير مؤهل، غير فاهم واش هو يدير. لهذا احنا الشباب ولا نشوفوا شباب في مؤخرا ولا شباب ما عندوش هذاك الفهم الحقيقي للاحتياجات. نشوفوا حتى في الخارج الاحتياجات تلقاه ورقه رافدها ويطلب المطالب تاعو بكل اريحيه وبكل ديمقراطيه وبكل حضاريه. اما نشوفوا شباب كي راحوا كسروا كوندور وكسروا مؤسسه، علاش؟ دوكا كوندور هذا واش دلنا لك؟ واش دلناك ليه؟ يعني تروح ليه ما دلك والو يا اخي. عندك مشكل غلاء الاسعار وام مشكل واحد اخر، يعني نعالجوه بطريقه اخرى. نشوفوا الشباب على راه ولا شباب ماشي تاع السبعينات، ماشي تاع الثمانينات، ولا شباب تاع الالفينات، لان التكوين تاعو تكوين ضعيف جدا. نشوفوا شباب تاع السبعينات كنا نكون عن طريق الكشافه الاسلاميه. نروحوا نديروا رحلات، نديروا نقعدوا قريب 15 يوم نتعلموا التدريب. وندربوا على المسؤوليه وندربوا على النظام وعلى الانضباط، يعني هذه الاشياء يعني كانت من قبل. وكان شباب تاع السبعينات والثمانينات كانوا يمارسوا الرياضه، يعني شاب تلقاه ما كاينش، انا نشفى في وقتي ما كاينش شاب اللي ما يمارسش الرياضه، واحد جيد واحد الكاراتي واحد كيك بوكس، يعني كلهم يمارسوا الرياضه. هذه الامور كان شباب في هذاك الوقت كله يروح للمساجد يتربى ويتوعى ويفهم بلي ان بلاده امانه في رقبته. طيب. كيف الشباب ينوض يبي يحطم في شيء اللي يحتاجوه هو غدوه، يروح يكسر المستشفى غدوه يروح يداوي فيه، يروح يكسر البلديه غدوه يروح يخرج فيها كوارض، يروح يكسر يعني اشياء مرافق عامه اللي هي راهو هو مسؤول عليه يحتاجها باش. طيب. هو نعم وضحت الفكره. نعم. انتقل بفكرتك الى السيد حمزاوي. السيد العرابه يقول بانه خروج الشباب في هذه الاحتياجات وقيامهم بكل هذه الاعمال التخريبيه يعود الى نقص الوعي، هل تتفق معه؟ نعم بالتاكيد، حيث يعني نحن كباحثين دائما وابدا في كل حدث يعني نذهب الى الميدان. اعطيك مثال بسيط، مؤخرا عندما حدثت احداث ما تسمى باحداث الزيت والسكر، يعني كباحث نزلت الى الميدان حتى ارى من يقوم بالاحتجاجات. الشيء الذي لاحظته ان معظم المحتجين يعني مجموعه من الشباب يتراوح سنهم بين حوالي 10 سنوات الى 16 سنه كاقصى حد. ايضا الشيء الملاحظ ان هؤلاء الشباب هم متسربين من المدارس، يعني كما قال الأستاذ عرابة ليسوا منخرطين في نوادي وجمعيات رياضية، يعني وبالتالي هم خارج كل الدوائر الاجتماعية. وأيضا موضوع آخر معروف في علم الاجتماع هو موضوع الشائعات، حيث أن هؤلاء الشباب يعني الشائعات يعني تنفذ فيهم ويعني تؤتي أكلها فيهم بكل بساطة وبكل سهولة. وأمام الأحداث التي يعيشها العالم العربي مؤخرا وأيضا حتى العالم الغربي، لأنه الآن الكرة الأرضية بأكملها يعني تعيش أوضاع معينة، وبالتالي فإن هؤلاء الشباب يعني يكونون لقمة سائغة في أيدي أفكار معينة وأهداف معينة. ومنذ تقريبا 3 أيام أو 4 أيام استضفتم هنا في البلاطو يعني مجموعة من الأساتذة، أستاذين يعني بالتحديد، يعني وكنت يعني تمنيت لو أني كنت في البلاطو يعني حتى أشاركهم الحديث لأنني أخالفهم الرأي. كانت هناك تلاعبات بالأرقام، حيث برروا
أنه او تنبأوا بأن هناك احداث ربما ستقع سنة 2017، ونحن والحمد لله في اليوم السادس من شهر جونفي من 2017 نحن يعني في امن وامان ولله الحمد. يعني كانوا يقارنون بين المجتمع الجزائري وبعض المجتمعات المتقدمة. مثال بسيط، عندما قامت احتجاجات في وول ستريت في الولايات المتحدة الأمريكية، كيف واجهها قوات الأمن الأمريكيون؟ يعني أقل كفاءة من قوات الأمن الجزائرية، يعني بالهروات وبالسجن وكذا إلى آخره. هذا في الولايات المتحدة الأمريكية. في بريطانيا نفس الشيء، يعني حدثت أحداث شغب، وهذا جوابا على قناة الفتنة، يعني قناة المغاربية التي تحاول زعزعت استقرار هذا البلد من بريطانيا. وطبعا أن لها ذلك لأن الأرقام الاقتصادية تقول على خلاف ذلك. هؤلاء الأساتذة ماذا قالوا؟ قالوا أن متوسط دخل الجزائري بين 3 ملايين سنتيم و 4 ملايين سنتيم. نقول لهم أنتم مخطئون. لماذا؟ لأنه سنة 2016 تم توزيع حوالي 300 ألف شقة. هل تعرفين سعر الشقة في الجزائر أختي الكريمة؟ حوالي مليار سنتيم. يعني الدولة الجزائرية الكريمة قدمت للأسرة الجزائرية شقة قوامها مليار سنتيم. إذا وزعنا المليار سنتيم على أجر هذا العامل الجزائري يصبح أجره حوالي 10 ملايين سنتيم. ناهيك عن قطاع الصحة المجاني، ناهيك عن قطاع الصحي المجاني. سنتحدث في الولايات المتحدة الأمريكية الإنسان قد يموت في الشارع لأن المؤسسة الصحة الأمريكية ترفض استقباله دون أن يدفع أجرا. سنتحدث عن سياسة السوسيا في الجزائر. أعود إلى ضيفي عبر الهاتف سيد علي عيا. سيد علي عيا، ربما استمعت لما قاله ضيفي في البلاتو. اليوم المؤسسة الدينية تتحرك عبر خطب الجمعة، أهمية هذا النوع من الخطب في هذه المرحلة تحديدا؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إني أحييك وأحيي ضيفيك والطاقم الذي يعمل معك وأسرة قناة النهار. أختي وأيها المشاهدون والمشاهدات، لا أدري من أين نبتدي ومن أين ننتهي أمام هذه المخاطر المحدقة على فلذات أكبادنا، وأمام هذه الهزمات العدائية الشرسة التي تبث عبر القنوات المأزورة المحمومة بداء العداء علينا لغرض واحد، وهو تشتيتنا وتمزيق وحدتنا وإلحاقنا بما جرى في الدول العربية والإسلامية للأسف تحت الربيع العربي. هذه النقطة. أما النقطة الثانية، إنني أتأسف لماذا تتحرك الجهات الوصية بما فيها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف والمؤسسات المسجدية والمؤسسات التربوية حتى يقع الفاس على الرأس كما يقول المثال العربي. من المفروض علينا أن تكون دائما المساجد وعبر كراسيها الوعظ والإرشاد أنها توعي فلذات أكبادنا بما يدور وبهذه المخاطر المحدقة حول فلذات أكبادنا التي تهددنا، وكذلك مؤسسات التربوية. وإنني أقول وأنادي جميعا كل في مكانه، جميع المؤسسات التربوية والإعلامية والدينية، هيا نتصدى جميعا لهذه المخاطر المحدقة، نتصدى لهذه الأبواق المأجورة. ولقد سمعتم وسمعنا ورأيتم ورأينا حينما استغلت بعض القنوات في بثها على إشعال الفتنة وأرادوا تهجيجها. لولا لطف الله ولولا فضل الله ولولا رحمة الله عز وجل بنا لكان ما كان مثل ما هو واقع في بعض البلدان الإسلامية. علي عيا، سؤال آخر. اليوم الكثير من الأوساط تتهم المؤسسة الدينية بالتقصير نوعا ما في توعية خاصة الشباب بضرورة تطبيق تعاليم ديننا الحنيف. هل تعتقد أنه فيه تقصير من قبل هيئاتنا الدينية؟ والله إنني أرى اليوم التقصير مشترك بين كل الناس، لأن كان الأبناء
بتربيتهم شريك واحد وهو الأب والأم. أما اليوم الشركاء تربية أولادنا هذه القنوات والتواصل الاجتماعي والفيسبوك إلى غير ذلك، ولكن التقصير لا نضعه على عاتق المؤسسات المسجدية، فكذلك مؤسسات التربوية، وكذلك كل من له سبيل على إيصال تربية وإنقاذ فلذات أكبادنا. هذا التقصير المخيف، مقابل هذا استهداف فلذات أكبادنا من الأعداء. وإنني أقول للشباب بهذه المناسبة، إذا حسستم بشيء من التهميش أو غلاء الأسعار فهنالك قنوات تعبر عن هذا. إنني أقول تقصير من العلماء والحكماء والشرفاء والعقلاء، والتقصير من المسؤولين أيضا. من المفروض إذا حس الشعب أو الشباب بشيء كغلاء المعيشة مثلا أو ارتفاع الأسعار، فلا بد من همزة الوصل المتمثلة في العلماء والحكماء والعقلاء والشرفاء الذين يرفعون انشغالاتهم للمسؤولين، وتضحيل وعلى المسؤولين أن يفتحوا أبوابهم. شكرا جزيلا لك الشيخ علي عيا، وضحت فكرتك تماما نظرا لضيق الوقت. هذا خير لنا من فتنة عمياء، هذا خير لنا من فتنة عمياء. نسأل الله لنا الأمن والاستقرار والسلام. محيي كل عمال طاقم قناة النهار، شكرا جزيلا على بذلهم وتوعيتهم لهذه المسألة. شكرا جزيلا لك شيخنا علي عيا إمام المسجد الكبير على هذه المشاركة. عودة إلى ضيوفي في البلاتو، سيد سعد العرابة. سيد حمزاوي كان يقول منذ قليل وذكر ربما نقطة هامة، هي سياسة السوسيال المعتمدة من قبل الحكومة في الكثير من القطاعات في الجزائر، التربية، الصحة، التعليم، حتى السكن. هذه السياسة إلى أي مدى هي ضرورية ربما لضمان السلم الاجتماعي في المجتمع؟ إذا سمحت أستاذ خليه يتفضل بالإجابة وبعدين يعني سنسلط الضوء أكيد على هذه الفكرة. يعني السياسة يعني المنتهجة من طرف الدولة، يعني أنا يحب هذا، يعني الدولة لو كان تركز أولا تفهم، يعني نفهموا هذا الشباب أولا نعمة الأمن. حتى الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وحتى الآيات يقول لك الذي أطعمه من جوع أمنه من خوف. هذا شروط التهدئة وشروط الهناء في المجتمع الجزائري. وحتى يقول لك بلي من أصبح آمن في سربه، يعني آمن الأمن، يعني الأمن هو من حاجيات المجتمع. إنسان باش يكون سعيد وناجح وعايش حياة زهيدة يجب عليه الأمن. احنا نشوفوا سوريا ونشوفوا العراق ونشوفوا الدول اللي راهي فيها الأمن غير منعدم، راهي فوضى وراهي قتل والدبع إلى آخره. يعني احنا يحب هذا، يعني الدولة بالهيكل تاعها كالمدرسة، يعني الأستاذ يجب عليه أن يحسس التلاميذ والطلبة أن الأمن واجب ضروري في الحياة. كذلك يعني المساجد، يعني نشوفوا حتى في بعض الأحيان استقالة الأئمة من الدور تاع التحسيسي حول الأمن. وضحت الفكرة. سيد حمزاوي هو يقول أنه توفير الأمن مسؤولية الجميع، الحكومة، المؤسسة التربوية، المؤسسة الدينية، الكل ربما معني بهذه النقطة. نعم بالتأكيد، يعني كما قالت البروفيسور صباح ياشي وحييها من هذا المنبر، وكذلك البروفيسور عبد الغاني مغربي أيضا من جامعة الجزائر اثنين، والأستاذ عبد الفتاح زقار، كلهم يعني زملاء وأصدقاء. يعني وأيضا هناك دراسة قيمة قام بها مخبر الوقاية والتنمية تحت رعاية البروفيسور يعني حمو بوظريفة. وبالتالي يعني الشيء الذي نركز عليه، المنطلق هو الأسرة، المنطلق هو الأسرة التي يعني تربي النشء. وبالتالي فالمسؤولية الأولى والأساسية قبل المسجد وقبل أي مؤسسة أخرى تقع على عاتق الوالدين. فقلت منذ قليل الشباب، شاب في عمره 10 سنوات يذهب إلى الشارع ويكسر ويهدم، لابد من محاسبة والديه، لابد من محاسبة الآباء. هذه مسألة الأولى. عندما نأتي الآن إلى مسألة السوسيال أو الجانب الاجتماعي، حال الدولة الجزائرية المسكينة كحال الأب الذي لديه عشرات الأولاد يعني أصحاء ولكنهم لا يشتغلون لا يعملون، ولكن هذا الأب لا يترك أولاده يموتون جوعا. هذا هو حال الدولة الجزائرية التي تصرف أموال طائلة من أجل إعالة هذا المجتمع. وبالتالي يعني متى يستفيق هذا المجتمع من سباته، كما استفاقت المجتمعات الأوروبية في 73
عندما اتفق العالم العربي على منع البترول عن الدول الأجنبية، يعني كانت هناك استراتيجية من طرف الدول العربية. ماذا قال أحد رؤساء الدول الأجنبية؟ قال سنجعل الدول العربية تشرب بترولها. ومنذ ذاك الحين يعني شمروا عن سواعدهم وانطلقوا في مشروع البدائل، بمعنى يعني الطاقات المتجددة، الطاقة الشمسية والطاقة الريحية إلى آخره. أيضا نحن كمجتمع جزائري، نعم سيد حمزة، نعم. حلول استعجالية، هي أولا الوعي بالدرجة الأولى، كما قال الأستاذ العرابة، هي أولا على الشباب الجزائري، على المجتمع الجزائري أن يعي، بأننا في سفينة واحدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ما أخذ ولو فرقة بسيطة في النقر على هذه السفينة قد تغرق بنا جميعا، بما في ذلك الذين ينقرون على هذه السفينة. إذن هذه السفينة الآمنة لحد الآن في أمواج الأعاصير والفتن التي أخذت الأخضر واليابس، ولم يبقى في المنطقة إلا الجزائر التي بقيت شامخة بفضل مصالح الأمن وبفضل الرجال الذين يعني أتوا باستقلال هذا البلد وحافظوا على استقرار هذا البلد. وبالكاد خرجت الجزائر من حمام الدم في التسعينات، 200,000 قتيل، ويعني اقتصاد منهار يعني في التسعينات. الحفاظ على أمن واستقرار الوطن هو أولوية. شكرا جزيلا لك السيد عبد الحكيم حمزاوي، خبير في علم الاجتماع، على حضورك معنا. وشكر موصول أيضا للسيد سعد العرابة، مختص في التنمية البشرية. شكرا.